أهلا بكم. أصبح القضاء العراقي بعد العام 2003 خاضعا بالكامل لهيمنة قوى العملية السياسية، ليس فقط بسبب هيمنة القضاة أو رؤساء مجلس القضاء الأعلى مثل مدحت المحمود وفائق علي على مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا فائق زيدان عفوا، والتي تشكلت بعد العام 2005، بل لأسباب أخرى منها الخوف الدائم من العزل بموجب قانون اجتثاث البعث والحوافز المادية الكبيرة الممنوحة للقضاة. كل هذا جعل القضاة عاجزين تماما عن الوقوف بوجه تدخلات وإملاءات القوى السياسية ذات السطوة والنفوذ. فانساق هذا القضاء بعد العام 2003، والذي يفترض به أن يكون الملاذ الأخير للدول والمجتمعات، انساق وراء النزعات الثأرية والانتقامية لقوى العملية السياسية، فقدم تفسيرات وألاعيب قانونية لبعض الأطراف السياسية لإزاحة خصومها من الطريق، كما حصل في تفسير الكتلة البرلمانية الأكبر التي تتشكل داخل البرلمان بعد انتخابات العام 2010، وبدعة الثلث المعطل بعد الانتخابات الأخيرة، وغيرها من الفذلكات والحيل القانونية. واتضحت حقيقة عدم نزاهة القضاء في الصراع المحتدم بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري، إذ تبين أن هذا القضاء لم يعد طرفا سياسيا وحسب، بل أصبح حليفا سياسيا يستخدم سلطاته المطلقة في مناصرة أحد طرفي الصراع والعمل على تغليبه. واقع القضاء في العراق بعد العام 2003 وموقفه من قوى العملية السياسية المتناحرة واتهامه بالتسييس هو الذي سيبحث في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، والتي سنطرح فيها التساؤلات التالية: هل فعلا أن القضاء الحالي في العراق هو سلطة مستقلة تماما ولا يحق لأي سلطة أخرى التدخل في شؤونها والإملاء عليها؟ ومن المسؤول عن انحدار القضاء بعد العام 2003 إلى هذا المنزلق السياسي الخطير وتحوله إلى قضاء يحكم على وفق أهواء ومصالح الميليشيات وفرق الموت الخاصة والأحزاب الطائفية؟ ولماذا لم ينأ القضاء العراقي بعد العام 2003 بنفسه عن الصراع السياسي بين قوى العملية السياسية، واختار أن يكون جزءا من اللعبة السياسية الحالية في العراق؟ وما هي أبرز المخاطر التي ترتبت على تحول القضاء في العراق إلى طرف أو أداة سياسية، وتخلى عن كونه الحصن الأخير للعراق والمجتمع كما هو جاري حاليا؟ وما هو المطلوب من القضاء عمله الآن لتدارك هذا المنزلق الخطير الذي هو فيه، لاستعادة مكانته وإحياء هيبته ونزاهته؟ ضيف طاولة رافع الفلاحي رحيم الكبيسي شاه القرداغي. إلى من تعود الأحكام القضائية ومن سيقضي بها إذا كان القضاء في العراق قد فصل على مقاييس السياسيين النافذين من رؤساء الأحزاب وقادة الميليشيات، حتى بات القضاء المسيس مصدراً أساساً للتشجيع على الفساد المالي والإداري وانتشار الجريمة المنظمة والاعتداء على المواطنين وانتشار السجون السرية؟ وفي ظل الصراع السياسي الحالي أصبح القضاء مثل الكرة التي يتقاذفها المتخاصمون، فلا يحتكمون إليه إلا بقدر ما يخدم أجنداتهم ويمرر مشاريعهم. ولا أدل على ذلك من جدلية الثلث المعطل التي بت القضاء بدستوريتها عندما أعلن عنها الإطار التنسيقي قبل انسحاب الكتلة الصدرية من البرلمان. كما لا يمكن أن تنسى الذاكرة العراقية دور القضاء الواضح في تمكين حكومة نور المالكي عقب انتخابات عام 2010. وفي كل هزة سياسية يبرز مجلس القضاء كالدمية التي تحركها الأحزاب النافذة وتوظف مواد الدستور وقوانينه بما يخدمها، وليس على المستوى السياسي فحسب، بل حتى على مستوى الفساد المالي والإداري لم يتحرك القضاء تجاه آلاف ملفات الفساد عند مسؤولين في الحكومات المتعاقبة. ففي عام 2021 أعلنت هيئة النزاهة عن تورط أكثر من 11,000 مسؤول بتهم فساد متنوعة، بينهم وزراء ومدراء وموظفو درجات خاصة، ومع ذلك لم يرى وزير واحد منهم أو موظف نافذ خلف قضبان السجون، ليكتفي القضاء بملاحقة من لا سند سياسيا لهم. أكثر من 20 عاما ولم ترى قوة القضاء إلا على الفقراء والمتكسبين من البسطيات والناشطين والمتظاهرين والأبرياء من النازحين تحت ذرائع واهية كالمخالفات والإرهاب والنيل من هيبة الدولة.
بينما المجرمون الذين أوغلوا بالدم العراقي وارتكبوا عشرات المجازر ما زالوا في أروقة السياسة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي ستبحث في واقع القضاء في العراق بعد العام 2003 وموقفه، موقف هذا القضاء من العملية السياسية وأطرافها والصراع المستمر بين هذه الأطراف واتهامات للقضاء بالتسييس وعدم الحيادية والانحياز لطرف ضد آخر. ضيف طاولة دكتور رافع الفلاح الكاتب والباحث السياسي، وسيكون معنا من العاصمة الأردنية عمان عبر الهاتف أستاذ القانون الدولي الدكتور رحيم الكبيسي، وأيضا معنا عبر سكايب الكاتب والباحث السياسي شاهو القرداغي. أهلا وسهلا بالضيوف الكرام جميعا، حياكم الله. ونبدأ مع دكتور رافع. دكتور، الآن القضاء في المعمعة، هو في المعمعة الحقيقة منذ عام 2003، لكن الآن يبدو التركيز عليه يعني كثيرا. هناك من يقول أن هذا القضاء يحاول جاهدا أن يكون أو يقف على مسافة واحدة من الأطراف السياسية، لا علاقة له باللعبة السياسية أو بهذا الصراع، على الرغم من الضغوط الكبيرة التي تمارس على هذا القضاء والتي يتحملها، ولو مورست على مؤسسات أخرى ما كان لها أن تتحمل هذه الضغوطات الهائلة. القضاء عليه ضغوطات هائلة، وربما تضطره لاتخاذ مواقف قد تحسب على هذا الطرف أو ذاك، لكنه يحاول كما يقول أنصاره أن يكون نزيها ويكون الصد الأخير أو حائط الصد الأخير للعراقي والمجتمع. بسم الله الرحمن الرحيم، وحييك أستاذ ماجد وحيي ضيوفك الكرام. حقيقة في مقدمتك ذكرت حقيقة، وهي حقيقة يعني صادمة للبعض لكنها واقع الحال في العراق. الحقيقة تتعلق بأن القضاء منذ عام 2003 في العراق هو تابع للقرار السياسي ومعبر عن متطلبات وحاجاته لذرائع يعني مختلفة وقانونية طبعا، والذي هي دستور. هذا الدستور كلنا نعرف، هذا الدستور يعني المسخ هذا مهيئ بمواد لكي يستعملونه مثل ما شاءوا، يعني يلوون عنق المواد بالشكل الذي يخدم جهة سياسية معينة يريدون أن يخدموها. فبالتالي القضاء يعني كان ولا يزال جزء من كل هذا التكوين الشاذ الذي في العراق منذ عام 2003 لحد الآن. لا يمكن عزل القضاء يعني كسلطة قضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية. أولاً، عندما أقرت المحاصصة في العراق عام 2003 بتشكيل مجلس الحكم، لم يظهر ما يدل، أو لم يظهر حديث، أو لم تظهر تعليمات تقول أن الجهة الفلانية مشمولة بهذه المحاصصات والجهة الفلانية غير مشمولة. لا، كل السلطات التي تؤسس في البلد هي خاضعة للمحاصصات الطائفية والقومية. لذلك يعني وجدنا في بعض المحاكم التي يعني نشرت في اليوتيوب أو كذا جلساتها، كنا نشاهد تقسيمة غريبة عجيبة مضحكة في نفس الوقت. قد تشاهد أن القاضي شيعي ومن يجلس على يمينه ويساره سني وكردي، والمدعي العام شيعي أو العكس، وهكذا. إذن هي محاصصات بغض النظر عن يكون هذا القاضي هو قمة في النزاهة، ومن يكون على يمينه ويسارهم قمة في النزاهة، ويكون المدعي العام قمة في النزاهة. هذا لا يعفي أن القضية متعلقة بتقسيمات طائفية وعرقية. هذا الشأن يفقد القضاء قيمته، يفقد استقلاله، يفقد قدرته. بالتالي دعني أقول أولا أنه يعني المؤسسة القضائية، من يعينها؟ من يعين المؤسسة القضائية منذ عام 2003 كان هي السلطة التنفيذية. إذن السلطة السياسية هي من يعين السلطة القضائية، وبالتالي تكون السلطة القضائية تابعة للسلطة السياسية أو السلطة التنفيذية بإرادتها ومن غير إرادتها، لأنه الاختيار يأتي. هم يتحدثون عن مستقلين وغير مستقلين، دعنا من هذا الكلام لأنه هذا مو حقيقي بالعراق. يعني كل هذه الطبقة التي تحكم العراق ليس لديها استقلال، كلها منتمية إما إلى حزب أو تجمع معين أو جهة خارجية، فلا يوجد هذا الاستقلال ولا يوجد يعني من هم خارج هذه التقسيمة، لأنه خارج هذه التقسيمة لا يمكن أن يعمل في هذه التقسيمة.
لا يمكن أن يعمل داخل هذا الإطار المشوه والمؤذي، وكل مدخلاته وكل مخرجاته، على الأقل كل مخرجاته هي فساد وخراب ودمار وأذية. فبالتالي أنت تتحدث عن قضاء، نعم، يعني يجب أن يكون الفساد في البلد غير موجود والفساد في القضاء غير موجود، هناك شفافية عالية في الحكومة التي تحكم العراق وفي القضاء أيضا، هناك الحقوق الأساسية مصانة وفقا لدستور وطني واضح راضي به الشعب، النظام والأمن متوفر، اللوائح التنظيمية كلها نافذة التنفيذ، العدالة المدنية متحققة، العدالة الجنائية متحققة، هناك يعني ماكو فقر لأن الفقر يقود إلى الظلم، هناك ماكو أمراض لأن الأمراض تقود إلى التمرد، وإلى هذه كلها موجودة، وهذه كلها معايير يجب أن يقاس عليها وجود القضاء، هل هو مستقل أم هو تابع، هل هو حقيقي أم هو مسيس، وبالتالي الحكم يخرج من هنا. نعم، أشكرك، وهذه نقطة مهمة وأيضا نحيلها إلى ضيفنا في عمان دكتور رحيم الكبيسي. مساء الخير دكتور. ألو ألو، يسمعنا الدكتور؟ نعم. دكتور، القضاء في العراق لماذا لم يبرئ نفسه من هذه الاتهامات الآن التي تلاحقه؟ التسييس، عدم النزاهة، الانحياز إلى أطراف ضد أطراف أخرى، لماذا لم ينأ القضاء العراقي بنفسه عن هذا الصراع بين أطراف العملية السياسية واختار أن يكون جزءا من هذه اللعبة السياسية، ففقد الكثير من مكانته، من نظرة الاحترام المجتمعية له خلال هذه الفترة الممتدة من 2003 إلى اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك أخ ماجد، وتحياتي لضيوفك الكرام. أهلا وسهلا. وتحياتي لكل مشاهدي قناة الرافدين. أهلا وسهلا. حقيقة سؤال مهم يطرح على البال، عندما نقول كل دول العالم عندما يكون هناك دستور بالتأكيد تكون هناك سلطات تحتني بهذا الدستور أو تنتصل بهذا الدستور أو ذاك، وبالتالي دول العالم فيها سلطة للتشريع وسلطة للقضاء وسلطة للتنفيذ، أي سلطة تنفيذية تنفذ القوانين وسلطة تشريعية تصدر القوانين وسلطة قضائية تطبق القوانين. هذا من حيث المبدأ. بالعراق وعيد الاحتلال، وعيد الاحتلال من 2003 نتذكر جيدا قانون إدارة الدولة العراقية الذي أصدره بريمر، والذي هو الأساس لكل القواعد القانونية التي صدرت بعد ذلك، وبينضمها من ضمنها الدستور 2000. هذا الدستور الذي مسخ الدولة العراقية والذي بسخ روح المواطنة ولم يعد هناك شيء للعراق. طبعا حتى يكون هذه الصورة، حتى تجد مجالا للتطبيق في هذه الحالة، وجدنا سلطة تنفيذية تعين من قبل الخارج، أي من قبل الإيرانيين ومن قبل الأمريكان، واستمرت إلى يومنا هذا. إذا السلطة القضائية بالتأكيد التي ستطبق القواعد القانونية ستكون أسيرة للسلطة التنفيذية وأسيرة أيضا للسلطة التشريعية. التشريعية يعني مجالس مجلس النواب، كل مجلس النواب وكل الانتخابات التي جرت ما يسمى بالانتخابات هي أسيرة أيضا للسلطة التنفيذية. هذه السلطات الثلاث تأتمر بأوامر الخارج، وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنأى، خصوصا عندما نقول سلطة قضائية. سلطة قضائية نحن نعرف القضاء متنوع، يعني هناك القضاء الدستوري، هناك القضاء الإداري، هناك القضاء الجنائي، هناك القضاء المدني، هناك قضاء الأحوال الشخصية. إذا القضاء في هذه الحالة الذي يخشى منه هو القضاء الجنائي، لأن القضاء الجنائي نحن نعرف بعيدا الاحتلال كانت هناك جرائم على مدار الساعة وعلى مدار اليوم وعلى مدار الأسبوع
ولم يتحرك القضاء أو لم يتحرك المدعى العام الذي إذا نما إلى علمه أن جريمة ما قد ارتكبت عليه أن يتحرك من ذاته ولا ينتظر إقامة دعوة أو شكوى. ونحن نعرف ماذا حصل بعد 2003، قوائم عديدة ومجموعات. دكتور رحيم، دكتور، وهذا أيضا خليني أيضا مداخلة صغيرة أبنيها على السؤال الأول، هذا المدعي العام لم يتحرك في الجرائم الكثيرة، جنائية وفساد وغيرها واغتيالات، لم يتحرك خوفا، جبنا، تواطؤا، إعطاء ضوء أخضر؟ وأيضا أريدك جاوبني على السؤال، لماذا القضاء لم ينأى بنفسه ويبقى في برجه العالي المحترم حيث نظرة المجتمع له أنه الحصن الأخير للمجتمع؟ عندما نقول القاضي سابقا، القاضي عندما يعين لا سلطان عليه إلا لضميره وللقانون. إلا لضميره وللقانون. لكن مع كل الأسف القضاة بعد 2003 الذي ينتصر للحق أبعد، وبقيت أولئك الذين تم تعيينهم، وعندما تم تعيينهم إذن هو ينتصر لمن عينه. هذا الذي جرى مع كل الأسف. ولا القضاء في تاريخه، قضاء محكمة التمييز قبل أن يكون هناك قضاء دستوري، قضاء محكمة التمييز مشهود له، وكل القضاء على مختلف درجاته مشهود له سابقا. لكن بعد 2003 حتى أولئك الذين ممكن أن يتخذوا قرارا أو حكما أو يصدروا حكما لصالح المتقاضين نأى بنفسه خوفا، إما خوفا أو انحيازا لهؤلاء الذين جاءوا بعد 2003. وإذا لم يستطع أن يتصدى لا لحالتين اثنتين، للاغتيالات الكثيرة وللفساد الذي استشرى في جسم الإدارة العراقية. في الحالتين الادعاء العام في كل دول العالم إذا نما إلى العلم المدعي العام أو النائب العام حسب التسمية المصرية أو التسمية الفرنسية أو النائب، إذا نما إلى علمه أن جريمة ما قد ارتكبت عليه أن يتحرك من ذاته. ونحن نعرف كيف بمقال في صحيفة الواشنطن بوست 72 أقيل نيكسون، وفي مقال في صحيفة لوكينير أنشيني في فرنسا أقيل، والآن موجود في السجن فرانسوا فيون اللي كان رئيس وزراء في فرنسا، في مقال في جريدة لا يسكت المدعي العام. فما بالك عندما ينمو إلى علم المدعي العام أن عشرات بل مئات بل آلاف الملفات أشكرك. واضح دكتور، أشكرك. مساء الخير استاذ شاهو، تحول الى ضيفنا استاذ شاهو. مساء الخير، اهلا وسهلا. برايك الى اي حد ساهم نظام المحاصصه الطائفيه في توهين السلطه القضائيه في العراق، واصبح هذا المنظومه القضائيه، مؤسسه القضاء، جزء من هذا التشوه، من هذا الضعف، من هذا الفساد؟ فحتى في السلطه القضائيه يختار اعضاء مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية أيضا وفق المحاصصة، قاضي سني، قاضي شيعي، قاضي كردي، قاضي الأقليات. كيف ساهمت المحاصصة أيضا في هذا المنزلق الخطير أو هذه الحفرة الكبيرة التي فيها القضاء كما يقول المراقبون والمتخصصون، ومنهم ضيفنا الدكتور رحيم الكبيسي وهو أستاذ قانون دولي؟ تحياتي لك مجددا استاذ ماجد، وتحياتي للضيوف الكرام والمشاهدين جميعا. اهلا وسهلا. حقيقه الاحزاب السياسيه نجحت في تكبيل ايادي القضاء، يعني نحن نتحدث عن سطوه الفساد على القضاء وعلى العداله، وهذا الامر كان واضحا جدا منذ 2003، ولكن احيانا الصراعات والنزاعات السياسيه فيها جانب ايجابي وهو كشف الكثير من الفضائح والأخطاء التي ارتكبها هؤلاء الأطراف بأنفسهم، يقومون بكشفها للجمهور في إطار النزاع الحاصل فيما بينهم. خلال الفترة الأخيرة طبعا رأينا أنه كان هناك ترصد وتركيز من قبل إعلام التيار الصدري على موضوع القضاء ومجلس القضاء الأعلى، وخاصة فائق زيدان وخطواته، واعتباره أنه لم يعد يتعامل بحيادية واستقلالية بدليل مشاركاته في جميع المفاوضات أو التشاورات السياسية، وأيضا مشاركته في تعطيل مشروع مقتضى الصدر للأغلبية السياسية.
طبعا خلال الفترة الماضية تم القيام بصورة ممنهجة بإضعاف القضاء. لماذا؟ لأنه القضاء هو ركن سياسي من أركان الدولة والعدالة، وأيضا مكافحة الفساد ومكافحة التجاوزات يتم من قبل القاضي العادل. ولكن عندما يخرج السيد هادي العامري ويقول أننا كنا نضغط على القضاء من خلال فضائية، ويعترف بذلك ويتباهى بهذا الكلام، يعني يعترف بأنهم كانوا يتعمدون بالضغط على القضاة، بالتالي انحراف بوصلة القضاة القضاء. خلال الفترة الماضية طبعا كان هناك مجموعة من القضايا الرئيسية والكبيرة التي يعني أحدثت شكا لدى المواطنين وزعزعت الثقة الكاملة بهذه المؤسسة وهذه السلطة. إذا بدأنا من موضوع سقوط الموصل وإدانة نوري المالكي، كان هناك لجنة برلمانية أدانت نوري المالكي ولم يتحرك القضاء بأي شكل من الأشكال لمساءلات هذا الرجل عن هذه القضية. بعدها موضوع سبايكر، بعدها موضوع النهب أكثر من 350 مليار دولار باعتراف من لجنة النزاهة البرلمانية ورئيس الجمهورية، ملايين الدولارات هربت إلى الخارج والقضاء لا موقف له. بعدها أيضا مررنا بأحداث تشرين وأكثر من 800 شهيد و20 أو 30 ألف جريح، وإلى الآن لم يتم التعامل بجدية من قبل القضاء، على الرغم من أن الإعلام الداخلي والإقليمي والدولي قد كان شاهدا على عمليات القنص والقتل من قبل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية، ورغم ذلك لا موقف للقضاء. أخيرا تسريبات نوري المالكي الذي يتحدث عن الفوضى وعن العنف وعن الفتنة ويريد تشكيل ميليشيات جديدة ويقول لا أؤمن بالقوات المسلحة، على الرغم من هذا الأمر وتأكيد التيار الصدري على صدقيته، القضاء لم يتحرك أيضا. هذه المواقف جميعا إذا جمعناها نرى بوضوح أن القضاء أصبح جزءا من المشكلة وليس جزءا من الحل. يعني في الدول المحترمة الجميع يقدس القضاء، لا أحد يسمح بالاختراق من هذه السلطة. على ذكر القضاء وفي الدول المحترمة، لماذا لم تنجح فكرة فصل السلطات في العراق؟ والعراق كما يقال أنه النظام أو دولة ديمقراطية، واحد من الركائز الأساسية في الدول الديمقراطية هو الفصل بين السلطات، عدم التداخل بين السلطات، ليس هناك من هيمنة للسلطة على الأخرى. لماذا لم يكن هناك فصلا حقيقيا للسلطات؟ ونتحدث عن القضاء بحيث أنه سلطة منفصلة تتصرف باستقلالية لا هيمنة لا للسلطة التشريعية ولا للسلطة التنفيذية عليه. لماذا لم تنجح هذه الفكرة؟ طبعا لو نجحت هذه الفكرة وكان هناك فصل حقيقي بين السلطات وكان القضاء نزيها وعادلا، لكان المعرقل الرئيسي أمام كل المخططات للقتل للفساد للفوضى لنهب المال العام، وبالتالي هم يدركون تماما أنه لا يمكن أن يتواجد قضاء عادل أو حتى قاضي عادل بالنسبة لهم، يشكل مخاطر وقد يقومون بتهديده أو تصفيته، كما رأينا يعني عدة شهادات من عدة قضاة قالوا أنه تم معاقبتهم، تم قتل عوائلهم فقط لمجرد أنهم حاولوا أن يحاسبوا مجموعة من الميليشيات المسلحة. وبالتالي هم يعني يرون أن حتى قاضي واحد نزيه يشكل خطر على هذه المنظومة، منظومة الفساد. وبالتالي أيضا موضوع الدستور وفصل السلطات، إذا كان يعني هم لا يعترفون بهذه المبادئ الدستورية ويخترقونها، لا يتعاملون مع الدستور كأنه وثيقة مهمة يجب الالتزام به. لذلك نرى أن العراق أصبح في ذيل القوائم الدولية من أي ناحية، من أي ناحية تريد انظر إلى القوائم الدولية ترى العراق في ذيل القوائم، لأنه لا يوجد احترام للقانون من قبل الفاعل السياسي. إذا كان الفاعل السياسي وهو الذي يصيغ ويشرعن القوانين ومن المفترض أن يحترمه، إذا كان لا يحترم هذه القوانين فبالتالي حتى على المستوى الداخلي والخارجي يكون هناك نظرة دونية لهذا القانون وهذا الدستور. وهم قاموا بهذا الأمر بصورة ممنهجة حتى لا يمكن لأحد أن يعرقلهم، وحتى يستطيعوا أن يستخدموا القضاء في موقف مثل هذا اليوم. يعني اليوم نرى أن الصراع عندما اشتد وعندما برز مشروع التيار الصدري وحاول أن يشكل حلفائه لضرب الطرف الآخر، رأينا أن القضاء هنا لعب دورا حقيقيا لإنقاذ الطرف الآخر.
هنا نكتشف لماذا قاموا برعاية وإدارة هذا القضاء بهذه النوعية حتى يكون وسيلة وأداة جاهزة، مثل يعني مثل ما يستخدمون الميليشيات أو مثل ما يستخدمون أي أداة أخرى من أدواتهم، استخدموا هذه المرة هذه السلطات. وهذا طبعا باعتراف التيار الصدري وماكيناته الإعلامية التي تؤكد هذا الأمر وتطالب بتغييره، لأنه إذا أردنا حقيقة إذا أردنا فتح صفحة جديدة يجب أن يتغير هذا القضاء ومنظومة عمله. شكرا شكرا للأستاذ شاه القرداغي الكاتب والباحث السياسي. أستأذن من الضيوف الكرام لنتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش في حلقة الليلة. أذكر أن ضيفنا شاه القرداغي كان معنا في النصف الأول وسيغادرنا، نكمل مع الضيفين الدكتور رافع الفلاح والدكتور رحيم الكوبيسي بعد الفاصل، ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام في الوطن العربي، يمكنكم متابعة بثنا على مدار القمر نايل سات على التردد 10727 الاستقطاب أفقي. كما يمكن لمشاهدينا في الأناضول والقارة الأوروبية استقبال بثنا على القمر تركسات 3A على التردد 12729 الاستقطاب عمودي. أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار تبحث، هذه الحلقة في واقع القضاء في العراق بعد العام 2003 والاتهامات له بالتسييس وعدم الانحياز والانخراط في الصراع السياسي بين قوى العملية السياسية. ضيوف طاولة الدكتور رافع الفلاحي والدكتور رحيم الكوبيسي والأستاذ شاه القرداغي الذي غادرنا مشكورا قبل الفاصل. دكتور رافع، من المسؤول عن هذا الانحدار الكبير أو المنزلق الخطير الذي الآن فيه القضاء وتحوله إلى قضاء يحكم على وفق أهواء الميليشيات وفرق الموت والأحزاب الطائفية؟ هل هو القضاء ارتضى لنفسه رغبة، يعني رغبة ورهبة؟ هناك اتهامات للفساد أنه أصبح مؤسسة من مؤسسات الفساد في منظومة الفساد القائمة في العراق، أم الضغوطات أجبرته على أن يكون في هذه النقطة غير اللائقة به؟ أستاذ ماجد، علينا أولا وأخيرا أن نعود إلى الأساس في كل هذا. نعم. والأساس في كل هذا هو الإطار الحاكم للعراق. ما شكل الإطار الحاكم للعراق؟ وما الذي يمتلكه هذا الإطار؟ وأنا أقصد السلطة العملية السياسية هذه التي تتحدثون عنها والتي دمرت العراق من عام 2003 لحد الآن. هذه العملية السياسية اللي احتوت كل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، هذه منحرفة شاذة غير قابلة لأن تكون عادلة ومحقة وقادرة على أن تحمي الناس ويعني تأتي بقوانين وقرارات وتشريعات لصالح المواطن والوطن. ولو كانت كذلك هي لما وصل العراق إلى هذا المنحدر. فالأساس في هذا هو هذا الإطار. في كثير من الدول الأوروبية والآن التي تعتبر ديمقراطية والتي تعتبر يعني في مؤشر قياس مع يعني دول القانون حول العالم، هذا المؤشر اللي تصدر سنويا منظمة أعتقد WHB اللي هي منظمة عالمية مؤسسة مشروع العدالة العالمية، تضع معايير كثيرة لكل دول العالم، ربما يمكن 140 دولة. العراق خارج هذا المعايير. لماذا؟ يقولون لأن العراق ينعدم فيه تطبيق القانون، وهذه حقيقة. أعود مرة أخرى أقول أن كل الدول الأوروبية الآن التي هي تتصدر هذا المؤشر، وهي يعني بدءا من ألمانيا وغيرها، ألمانيا الدنمارك وغيرها، كل هذه الدول عندما بدأت بتطبيق القوانين كانت لديها سلطة قوية لتنفيذ القوانين. المواطن ربما يعني لا يريد أن يطبق القانون، يعمل على هواه. حتى تجعل المواطن يطبق القانون ويحترم القانون يجب أن تكون السلطة محترمة للقانون، ويجب أن تكون هناك قوة تحمي القانون. نحن لا نمتلك هذا، والدليل على ذلك
دعني أقول لك ربما أمثلة بسيطة، وهذا يدلل على شكل القضاء الذي عندنا. القضاء يصدر مذكرة مثلا في إلقاء القبض على أحد الميليشياوين، وحدث هذا الميليشياوي الذي في الأنبار ألقي القبض عليه بمذكرة من القضاء. هم يقولون إحنا لا نتحرك السلطة التنفيذية أو السلطة الأمنية إلا بمذكرة قضائية. طيب السلطة القضائية عندما تقدم لها تطلب منها إلقاء القبض على شخص، أكيد والقاضي رحيم يعرف هذا الموضوع، يعرف وهو أستاذ بالقانون، يعرف أنه يجب أن تقدم مبررات مسوغات لماذا تلقي القبض عليه، وتقتنع السلطة القضائية وتصدر مذكرة إلقاء القبض. طيب يتم إلقاء القبض عليه من قبل قوى الأمنية أو السلطة التنفيذية، يودع في المعتقل أو في السجن، وإذا بالميليشيات تأتي لإخراجه، القضية هنا انتهت. لا السلطة التنفيذية تتكلم ولا السلطة القضائية التي أصدرت المذكرة تسأل أين ذهب هذا الشخص. يعني هل هي وظيفة القضاء بإصدار المذكرة فقط وانتهى الموضوع، أم في التحقيق أم في متابعة القضية؟ هذه واحدة. الثانية، عندما يقتل، وشار لها الأخ شاهو، عندما يقتل آلاف، يعني أكثر من 1000 شاب صغير في ثورة تشرين، يجرح أكثر من 30,000 واحد، والناس تقدم طلبات أو يعني مذكرات للقضاء لإلقاء القبض على ناس معينين، وتمر 3 سنوات ولا يفعل القضاء شيئا، ماذا هذا؟ والسلطة التنفيذية لا تريد أن تظهر من هم القتلة، تتحدث عن طرف ثالث وغيرهم. واحد من هذه الأمثلة هذا الشمري، الفريق الشمري الذي قام بقتل متظاهرين قرب جسر الزيتون في الناصرية، واتهموه وقدموا مذكرات للقضاء لإلقاء القبض عليه. أين هو الآن؟ في مركز من مراكز الدولة المهمة. وهكذا بالنسبة لكثير من القضايا، يخرج رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض يتحدث بشكل بفيديو يعني منتشر في كل مكان عن شرعية قتل المواطن المسلم السني في العقيدة الشيعية. طيب ولا يتحرك القضاء لسؤال هذا الرجل ما الذي تفعله، مثل ما لم يتحرك في تسريبات المالكي، في تسريبات على وزير الصناعة الأسبق. هذه كلها قضايا تدل على أنه الشفافية عندنا في العمل مفقودة، غياب الحقوق، الفساد يملأ كل المؤسسات، وبالتالي هذه السلطة القضائية هي طوع أمر السلطة السياسية. نعم. ما الذي تريده السلطة السياسية تنفذ لها ما تريده، وبالتالي هذه وظيفة خاضعة غير مستقلة غير نجيحة. أشكرك دكتور، هذه نقطة مهمة خلينا نسأل عنها أيضا ضيفنا دكتور رحيم الكبيسي. دكتور، ما هي المخاطر المترتبة على تحول القضاء كما هو جاري في العراق إلى أداة سياسية، إلى أنه طرف سياسي يستخدم، أداة سياسية تستخدم في التصفيات السياسية؟ هذه المخاطر على الدولة وعلى المجتمع. القضاء يفقد هذه الصفة، أنه الحصن، أنه الملاذ الأخير، أنه المعقل الأخير الذي يهرول إليه الناس لطلب الإنصاف إن كانوا ضحايا أو مظلومين. عندما ينهار الحاجز بين السلطات وتتغول السلطة من هذه السلطات على بقية السلطات، هي هذه المشكلة. نحن نعرف مجلس القضاء الأعلى يمارس سلطة إدارية يا أخوان، عكس المحكمة الاتحادية التي تمارس اقتصاد دستوري من خلال الرقابة على دستورية القوانين وتفسير نصوص الدستور. مجلس القضاء الأعلى حل محل وزارة العدل سابقا، فهو يمارس سلطات إدارية، ومهام هذا المجلس محددة بموجب المادة 9 من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم 45 لسنة 2017، والتي بمجملها تتعلق بإدارة القضاء فقط، وليس من بينها صلاحية تجيز التدخل بأمور السلطتين التشريعية والتنفيذية. لكن لو وجدت أنت يوميا اجتماع الرؤساء الأربع، سلطة تنفيذية ممثلة برئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وسلطة تشريعية ممثلة برئيس مجلس النواب ورئيس مجلس القضاء. رئيس مجلس القضاء احنا في لغة القانون نقول إذا لديه حكم مسبق،
لديه حكم مسبق في هذه الحالة. الحيادية تفرض عليه أن لا يكون لا من ضمن السلطة التشريعية ولا من ضمن السلطة التنفيذية، فلماذا يتواجد في استمرار؟ إذن وهكذا قد كان نحن نتذكر خلال الأيام هذه الماضية أن المظاهرات أمام مجلس القضاء تطالب بحل مجلس النواب. قال رئيس مجلس القضاء لا اختصاص لمجلس القضاء بحل مجلس النواب. كيف تقول هذا الكلام والقضية لا زالت معروضة أمام المحكمة الاتحادية؟ فكأنك اتخذت قرارا مسبقا، والفرنساوي يقول بغيجو جي حكما مسبقا بأنه لا سلطة للقضاء بحل مجلس النواب. وهذا الأمر لا زالت القضية معروضة أمام مجلس، وأجلت إلى يوم 30 من هذا الشهر. فلماذا تعين الإطار التنسيقي على هذا الأمر وتقول لا اختصاص لسلطة القضاء بحل مجلس النواب، في حين أن المسألة لو تعمقنا كثيرا نقول أن المحكمة الاتحادية لديها الحق عندما يصمت الدستور. فالمحكمة الاتحادية أو المحاكم الدستورية في كل دول العالم تخلق النص القانوني وتقوم بتطبيقه. هكذا عندما يسكت النص الدستوري عن معالجة مثل هذا الأمر فعلى المحكمة الاتحادية أن تصدر في هذه قرارا وتقوم بحل مجلس النواب، طالما لا يوجد نص الدستور يعطي الحق لأي جهة ما أن تقوم بحل مجلس النواب. لكن مع كل الأسف طالما نقول هكذا أمثلة القضاء العراقي الآن المخاطر كثيرة. يا أخوان تتذكرون جيدا ماذا حصل في المقدادية في مسجد مصعب بن عمير، 70 واحد استشهدوا في لحظة، واتخذ القضاء بعد اعتراف اتخذ القضاء حكما ومن ضمن الحكم حكم بالإعدام. ويحال الأمر خوفا إلى محكمة التمييز وتطلق سراح المجرمين. ونتذكر جيدا إجبلة القضاء بدل أن يحكم بالحد الأعلى حكم بالحد الأدنى، وحكم أدانة 3 فقط. دكتور، على ذكر هذه الأمثلة من الخروقات أو الأخطاء أو السلبيات التي اقترفها القضاء في العراق، هذه السلطة إذا هذه الأخطاء أو الخروقات المتعمدة أو ربما المتولدة نتيجة الضغط، من يحاسب القضاء إذا هو عمد ارتكب مثل هذه المخالفات؟ أي سلطة فوق هذا القضاء؟ التفتيش القضائي من ضمن الكتلة القضائية المحكمة الاتحادية والتفتيش القضائي. فالقاضي عندما يجرح قضائه لفترتين متتاليتين يجب أن يعزل من سلك القضاء. نحن نعرف قبل فترة رئيسة مؤسسة الشهداء مع كل المليارات التي سرقتها عوقبت بسبع سنوات، والثاني الذي جاء بعدها عوقب لسنة مع وقف التنفيذ يسرق جمل ويعاقب مع وقف التنفيذ. إذن المسألة لو كان هناك تفتيش قضائي حقيقي هؤلاء الذين حكموا بالحد الأدنى دون أن هؤلاء الذين ارتكبوا من جرائم السرقة والتمول على المال العام يجب أن تكون العقوبة مغلظة. ليس الشخص العادي، ليس الموظف البسيط عندما يرتكب جريمة الرشوة أو جريمة الاختلاس الموظف ثاني في الدولة يجب أن تكون العقوبة مغلظة، أي أن القاضي يجب أن يرتفع بالعقوبة إلى أعلاها وليس إلى أدناها كما يحصل الآن. والكثير من الذين أحيلوا إلى محكمة النزاهة والمحكمة الجنائية عوقبوا بالعقوبة المخففة مع وقف التنفيذ أو سنة أو سنتين وهو قد سرق مليارات. أشكرك دكتور رافع. الحقيقة ثمت مفارقة كبيرة أن كل الذين من قوى العملية السياسية الذين أهانوا القضاء وتجاوزوا على القضاء واستخدموه لفترة من الفترات، الكل استخدم القضاء في صراع مع أطراف العملية السياسية. الآن الجميع يتباكى على القضاء، على سمعة القضاء، على هيبة القضاء، على مكانة القضاء. أليست مفارقة كبيرة؟ هل الرأي العام يصدق أن طرفا من العملية السياسية يتباكى على القضاء
يريد أو يدعي أو يقول أو يعتقد أن القضاء هو حائط الصد الأخير لنا؟ الحقيقة أستاذ ماجد المفارقات كثيرة والمواطن لا يصدق بكل ذلك، بدليل أنه هناك مفارقات، دعني فقط يعني أمهد لهذا الموضوع، هناك مفارقات تحكم حياة المواطنين العراقيين. عندما يعني تجري استبيان للعراقيين ستجد، وأنا قرأت مثل هذه الاستبيانات، تجد أن العراقي يتجنب الذهاب إلى مركز الشرطة، لا يريد أن يذهب إلى مركز الشرطة نهائيا، مع أنه مركز الشرطة وجد لأمنه، مفروض هكذا مركز أمني يحمي المواطن، هو وجد لحماية المواطن وحماية ما يسمونه السلم الأهلي، هذا السلم الأهلي اللي يصدعوا رؤوس نبيه وخط أحمر، وهم كلهم يعني كلهم هذه القوى السياسية هي من تنتهك السلم الأهلي. واحد لا يذهب إلى مركز الشرطة، ولا يذهب إلى المستشفى لأنها تقتله، ولا يذهب إلى المحكمة لأنها لا تحقق العدالة. فكل قضايانا تحال إما بالمراضات أو بالعشائر وما أعرف شنو، طلعت مجالس تحل القضايا، هذا كله يعود إلى ضعف القضاء، إلى عدم وجود القضاء في حياتنا، عدم اقتناع المواطن بالقضاء. فالآن يقولون السلطة القضائية خط أحمر وانتهاك ولا يجوز، هذه لا يصدقها المواطن لأنه يعرف هذه القضية لا تساوي شيئا، ويعرف أيضا أنه هذا القضاء اللي قال أنه ساعتكف واعتكف لأنه مجرد من أحاطه بسياجاته الخارجية حددوا حركته واعتكف. طيب المواطن يسأل لماذا مئات الآلاف من المعتقلين معتقلين بغير يعني بغير ذنوب، لا توجد اتهامات عليهم، لا توجد أوراق اتهام عليهم، والقضاء يعرف وأهاليهم يقدمون شكاوى للقضاء ومذكرات للقضاء لإطلاق سراحهم، والقضاء في بعض الحالات يطلق سراحهم والسلطة التنفيذية لا تطلق سراحهم. طيب ألا يجدر بالقضاء إن كان نزيها وإن كان حقا أن يعتكف في مثل هذه الحالة لكي يصون المبادئ القضائية والعدالة والقانون الذي يؤمن به؟ ما هذه واحدة من أهم النقاط التي يطرحها المواطن. فبالتالي القضاء عندما يكون مسيسا فاقد لأهليته، فاقد لاحترام الناس إليه، هو مسيس وتابع لهذه الجهة وتلك الجهة وتسيره كيف ما تريد. حتى المحكمة الاتحادية التي جاء على ذكرها الدكتور، هذه المحكمة يعني دعني أقول هي التي تسمى مثلا المحكمة الدستورية في كثير من الدول اللي مهتمة بالدستور، كيف ترضى لنفسها من البداية هذه المحكمة الاتحادية أن تعمل وفق دستور مفخخ ودستور مطاط ومواد تفسر كيف ما أريده؟ يعني القوى السياسية الحاكمة للعراق تفسر كل مادة بما يخدمها، والمحكمة الاتحادية تؤيدها في ذلك. والدليل على ذلك ما حصل عام 2010 مثلا، هذه واحدة من الشغلات المهمة في الوضع، عندما فاز اياد علاوي، ونحن لسنا مع اياد علاوي ولا غير هؤلاء في العملية السياسية، وهم من دمروا البلد، لكن هذه العملية المسرحية التي يقولون عنها انتخابات فاز بها اياد علاوي وخسر المالكي. فإذا بالمحكمة الاتحادية بعد فترة صمت تصدر قرارا بفوز المالكي، لأن الكتلة الكبيرة يجب أن تشكك. هذا كل تطويع أو تفسيرات لمواد في الدستور قابلة للمرونة، هذا لا يقبل به. لو كانت محكمة اتحادية تحترم نفسها لما قبلت بذلك. هذا وهناك ربما 50 مادة تحتاج إلى قوانين لم تصدر القوانين بشأنها. هذا كله يدلل على أنه هذه السلطات سلطات يعني هيكلية، مجرد سلطات، مجرد واجهات تنفذ أشكرك. إرادة القوى السياسية. شكرا. دكتور رحيم، الآن ما المطلوب من القضاء عمله إذا ما أراد أن يتدارك ويخرج من هذا المنزلق الخطير وهذه الهوة التي وضع فيها القضاء، وضعته فيها الصراع أو قوى العملية السياسية والصراع السياسي، لكي يستعيد مكانته وهيبته ونزاهته؟ والسؤال الأهم، هل بإمكان القضاء الآن أن يشرع فعلا في هذه العملية، عملية استعادة هيبته ومكانته ونزاهته وهذه نظرة الاحترام المجتمعية للقضاء؟ بالتأكيد
تفضل دكتور رحيم. بالتأكيد يعني أولا إلغاء المحافظة في التعيينات القضائية، هذه نقطة مهمة جدا. حتى المحكمة الاتحادية لم تسلم من ذلك. هذه المحكمة الاتحادية التي تسمى المحكمة الدستورية في دول أخرى، المجلس الدستوري في فرنسا، هذه المحكمة التي لها قراراتها باتة وملزمة لجميع السلطات، هي جاءت نتيجة محاصصة. حتى الإخوان في شمال العراق، واحد من السليمانية واحد من أردين. إذا لم نلغي هذه المحاصصة لا يمكن أن تكون هناك خطوة إلى الأمام لإجراء تحكيمات في الجسم القضائي. لا زالنا خصوصا القضاء الجنائي الجزائي والقضاء الدستوري، وبالتالي القضاء الدستوري لن يستطيع أن يصل إلى وصلاحية المحكمة الاتحادية تفسير الرقابة على دستورية القوانين وتفسير النصوص القانونية. فإذا كان التفسير وهو تفسير سياسي أكثر مما هو تفسير قضائي في هذه الحالة، مع العلم أن كل أعضاء المحكمة الاتحادية قضاة ولديهم باع طويل في القضاء العادي، إذا كيف نستطيع أن نلغي هذا الحرج الذي فرض على السلطة القضائية وبالتالي أبعدها عن حياديتها؟ إذا الحل الوحيد أنه نبدأ من الصفر، نبدأ مرة أخرى نلغي المحاصصة، وبالتالي كل القضاة الذي شكل عليهم علامة استفهام ولم ينفذوا حكم القانون في القضايا المعروضة أمامهم، كما قلت قبل قليل قبل 10 أيام أو قبل أسبوعين، الجريمة التي ارتكبت في أبو غريب، أين هذا الضابط ارتكب هذه الجريمة؟ جريمة عمد وعقوبتها إعدام استنادا إلى قانون العقوبات رقم 111 سنة 69. لحد الآن لم يلقى القبض على هذا المجرم الذي ارتكب هذه الجريمة. كما قلت قبل قليل، إذا الكثير من القضايا القاضي إما خايف، والخايف لا يستطيع أن ينتصر للحق ولا للعدل، أو منفذ للميليشيات، والذي ينفذ للميليشيات إذا هو جزء لا يتجزأ من هذه الميليشيات ولا يمكن أن يسمى قاضيا في هذه الحالة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول القضاة ثلاث، قاضيان في النار وقاضي في الجنة، لأن أنا أقول هكذا أخشى أن أقول أن كل القضاة الثلاثة في النار، لأنه ينحازون إما إلى سلطة أو لا ينحاز إلى ضميره وإلى سلطان القانون، وإنما إلى إرادته، وقد يرتشي مع كل الأسف كما ترتشي بقية السلطات، أو كما يرتشي بقية العاملين في الجسم الإداري أو الجسم التشريعي، هكذا أيضا الجسم القضائي. يعني دكتور، إذا هذا التقييم أنه القضاء لا يمكن إصلاحه لأنه مرتبط بالمحاصصة بالنظام السياسي الحاكم في العراق، هذا يعني أن القضاء سيواصل مسيرة انحداره في المرحلة القادمة ما دام النظام السياسي قائم على المحاصصة. صحيح. وأنت تسمع يوميا، الجسم الإداري أي السلطة التنفيذية، من قمة السلطة التنفيذية إلى آخر يحصلون على رشوة أو لا يستطيعون أن يؤدوا خدمة ما إلا لقاء ثمن. وكل الذين وصلوا إلى السلطة التشريعية اشتروا هذه المقاعد بأموال. إذا الخلل أو الفساد منتشر في كل مكان، فلا يستطيع القاضي إلا ما ندر، لا تستطيع السلطة القضائية إلا استثناء أن تنتصر للعدل وللحق في هذه الحالة. وعندما لا يكون هناك انتصار لا للعدل ولا للحق، إذا تقرأ على المجتمع السلامة. في ختام حلقة الليلة من طاولة حوار، والتي بحثت في واقع القضاء العراقي بعد العام 2003 والاتهامات له بالتسييس وعدم الانحياز وأنه أصبح جزء من اللعبة السياسية، لم يتبقى إلا أن نشكر ضيوفها وهم كل من الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي كان معنا عبر سكايب، وأشكر أيضا الدكتور رحيم الكبيسي أستاذ القانون الدولي كان معنا عبر سكايب من العاصمة الأردنية عمان، وأشكر أيضا ضيفنا الذي كان معنا عبر سكايب شاه القرداغي الكاتب والباحث السياسي. كما أشكركم مشاهدين الكرام، وإلى أن نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.